يوم استثنائي آخر تعيشه بريطانيا مع بدء عمليات التطعيم بلقاح أوكسفورد أسترازينيكا الذي تم اعتماده نهاية العام الماضي. براين بينكر البالغ من العمر 82 عاما بات أول مواطن بريطاني يحصل على جرعة من اللقاح في مستشفى تشرشل بمدينة أوكسفورد. اللقاح يعني كل شيء بالنسبة لي، في رأيي هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية. هذا الفيروس مروع. وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وصف عمليات التطعيم بلقاح أوكسفورد أسترازينيكا بقصة النجاح البريطانية الكبيرة، مؤكدا أن البلاد قد تنتقل إلى مستويات أشد من الإغلاق لمواجهة الانتشار المتزايد للفيروس، على الرغم من أنها باتت أول دولة على مستوى العالم تعتمد لقاحي فايزر وأوكسفورد أسترازينيكا. Well, we can see that in some of the tier 3 areas, cases are rising sharply. يمكننا أن نرى أنه في بعض مناطق المستوى الثالث ترتفع الحالات بشكل حاد، لذا من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات كما قال رئيس الوزراء، وهي أيضا تتعلق بكيفية تصرفنا جميعا. إذا كان طرح اللقاح جهدا وطنيا، فهناك أيضا جهد وطني للحفاظ على سلامة الناس حتى ينجح طرح اللقاح، لأن السلالة الجديدة لهذا المرض تنتقل من شخص لآخر بشكل سريع. الحكومة البريطانية قالت إن خطتها المقبلة تكمن في القدرة على تطعيم مليوني شخص أسبوعيا باللقاحات المعتمدة، والتي تملك بريطانيا منهما 140 مليون جرعة تكفي لجميع سكان المملكة المتحدة. مع تطعيم مليون شخص بلقاح فايزر الشهر الماضي، يبدأ اللقاح الجديد في الاستخدام للمساعدة في تسريع المهمة، والمتوقع أن تنتهي بتطعيم جميع البريطانيين مع شهر إبريل المقبل. عمر بشير، الغد، لندن.